Hey everyone and welcome back to my channel. الفيديو هذا مليان اشياء, خليكم معايا لاخر الفيديو لانه كل شيء بقوله صار معايا جديد حقوله في النهايه. ونبدا الفيديو حقنا. طبعا قبل اسوي الفيديو هذا انا سويت اول شيء نظريات اتمسح, بعدين سويت قضيه اتمسحت, وهذه المره جربت اسوي نظريات وان شاء الله ما تتمسح. استكمالا لمواضيع النظريات اللي تكلمت فيها قبل كده واللي لها علاقة في اللومناري اللي هي الماسونية, فإنه فيه عضو جدا مهم في الماسونية ما تكلمت عنه لدحين. لاحظت عند أغلب اليوتيوبر الأجانب إنه بس تجيبوا سيرة ماسونية في المجال الموسيقي يجي في بالهم بيونسي وزوجها جايزي. أكيد أغلبكم يعرف بيونسي, أنا مو من محبين بيونسي ولا يعجبني مثلا كل أغانيها, في أغاني معينة تعجبني, ولكن هي كصوت كجمال كرقص كرشاقة تعجبني. بس بيونسي طالع عنها كلام ونظريات كتير, والأغلب بسبب إنه هي يعني شبه حياتها سرية, يعني ما تتكلم ما تقول كل شيء. طبعا جايزي زوج بيونسي برضو مغني راب, والاثنين شهرتهم مرة عالية وسريعة نوعا ما, ونجاحهم واضح, يعني واضح في الميوزك اندستري, واضح في مجال الموسيقي. فما اعرف ليش الناس تحب تسوي نظريات, يعني شخص ناجح في حياته ايش المشكلة؟ من ضمن النظريات اللي حقولها اليوم, في نظريات مرة مشهورة وفي نظريات انا ماني شايفاها ابدا ان هي نظريات, يعني كأنها اشاعة كأنها اخبار عادية جدا, وفي بعضها شوية تشكك فعلا. فباختصار شديد من ضمن الأشياء اللي طلعت عن بيونسي وجايزي إن أول شيء هما كابلز الوحيد اللي في هوليوود والمجال الموسيقي واواوا, الكابلز الوحيد اللي لندحين مع بعض وما قد اتطلقوا. طب يعني هذه ممكن تكون أشياء عادية, بس تعالوا نشوف الأشياء اللي الناس بدأت تستهبل فيها. بيونسي وجايزي عندهم بنت اسمها بلو آيفي. لما كانت بيونسي حامل في بلو آيفي راحت لأحد البرامج حقت الانترفيو وبتسوي يعني عادي مقابلة. لما جات تجلس بيونسي في الكنبة انطعجت شوية بطنها, وهذا الفيديو انتشر عن بيونسي بطريقة يعني تعرفوا اللي انفضح في كل مكان. ولما جات وقت الولادة في واحد من المستشفيات حجزت الدور الرابع كامل بيونسي. طب اكيد ما هي مغنية ومشهورة فشي طبيعي ان هي حتحجز الدور كامل, بس احس دور باكمله صعبة, يعني ممكن تحجز جناح مثلا. اوكي هو حلو الخصوصية, بس الناس بدأت تطلع كلام كثير اللي طب اوكي المغني الفلاني عادي المغنية الفلانية عادي, اشمعنى بيونسي؟ طبعا انتو تعرفوا ان اللومناري او الماسونية من النوع اللي عندهم نظام التضحية بمقابل ان هم يسووا لهم اللي يبغوه. فبما انه بيقولوا انه بيونسي وجايزي من الناس اللي مرة عاليين او ليدرز, سو يمكن موضوع بلو ايفي عشان تنولد يبغى لها طقوس معينة, هذا كلامهم. فبيقولوا الناس طيب إذا بيونسي كانت حاطة مثلا لنقل إن هي مخدة ولا أي شيء في بطنها ذاك اليوم, أجل بلو آيفي كيف جات؟ هنا تيجي النظرية حقت إنه خلوا شخص تاني يحمل ولكن بحاجاتهم هم. يعني الوصف مرة يعني هو ما أعرف أنا إيش أقول, بس أقول لكم شيء حتلاقوها تحت في الديسكريبشن مكتوبة. فهما قالوا بما انه بيونسي وجايزي وولادة البلو ايفي يبغى لها طقوس, فاكيد هذا الشيء اللي خلى بيونسي ان هي تحجز الدور كامل وما يكون في تصوير ما يكون فيه ولا شيء, لانه مو بيونسي اللي جابت البيبي, واحدة هي اللي جابت البيبي, فهما ما يبغوا الناس كلها تعرف. ما الوحدة هذه ممكن تطلع وتفضح الدنيا, ما اتوقع ان هي تفضح شيء زي كده, وان كان فهي اكيد ممكن تكون واحدة من القرايب مو شرط واحدة غريبة. فما حدا عارف لسه ايش اللي صار, ولكن هذه مجرد نظريات. والنظرية الثانية تخص بلو ايفي وهي اسم بلو ايفي نفسه. الناس ايش سوت؟ اخذت حروف بلو ايفي وترجمتها, فصارت الترجمة حقت اسم بلو ايفي born living under evil luminaries very youngest. يا أخي شوفوا هي صح شيء أهبل, يعني راكبة تمام. استمرت الثيريز النظريات تطلع عن بيونسي, وكمان دحين بيونسي حامل في توأم كده حتكون جابت 3 ورقم 3 أو 13 عموما عدد الفردية بالنسبة لمجتمع الماسونية يعتبر رقم مرة مهم. ترى يا جماعة الماسونية زمان كانت شيء تاني, مو نفس الصورة اللي احنا فيها دحين, عشان كده أنا يعني بحاول أفهم الموضوع كيف صار وديكم إياه كده
في فيديو كامل، بس حاليا خليني اديكم الاشياء المنتشره. كمان من النظريات اللي طلعت عن بيونسي، بيونسي عندها اخت اسمها سولانج، يا اخي اسميهم مره حلوه. سولانج تشبه بيونسي مره كثير، فشكوا انه سولانج اصلا بنت بيونسي ما هي اخت بيونسي. يعني دوروا لك على النظريات من اي مكان، ومن كمان النظريات المشهوره جدا عن بيونسي، وانا ما اشوفها نظريه، يعني انا اشوفها خصوصيه، يعني انه بيونسي تكذب ما تقول عمرها الحقيقي، يعني هي ادتهم عمر وادتهم سنه ميلاد، بس انه هذه مو صح. طب ما هي حتى لو ما ادتهم الصح هي حره في النهايه، هذا الشيء شخصي. ها بس تعرفوا متى موضوع العمر لحس مخي من جد؟ هنا النظريات حتبدا تاخذ مجرى شويه مظلم. في واحدة اسمها جون ريفر، جون ريفر على ما اعتقد ان هي حقت فاشن او مجالها او دارس الفاشن، دارس الديزاين، دارس الازياء، تنتقد دائما الازياء حقت المغنيات او الفنانات عموما لما يكونوا في الايفنتات زي الجراميز، الريد كاربت اللي هو البساط الاحمر والاشياء هذه، وهي بتنتقد بطريقة كوميدية نوعا ما، بس الكوميدية حقتها شوية ساخرة. في واحدة من الايفنتات كانت بيونسي لابسة اللبس هذا اللي انتو شايفينه، جون هذه كانت في احد المقابلات فبتتكلم عن لبس بيونسي انه ما عجبها. هذا الكلام كله صار في 2014. راحت جون ريفر في التويتر حقها وكتبت تويتة، وكانت هذه آخر تويتة في حياتها. الكلام المكتوب ترى واضح إن هي بتتمسخر على سولانج وعلى جاي زي وعلى بيونسي، هو أتوقع صار موقف في هذا الإيفنت فهي بتتمسخر اللي أوه سمعت إنه في اتنين عملوا كده كده، بس على فكرة ترى هما مو جاي زي ولا سولانج. ها بعد التويتة هذه جون ريفر اتوفت. كيف اتوفت ما أعرف، قالوا إنه السبب ممكن تكون بيونسي، بيونسي ما عجبها التويتة تخلصوا منها. طبعا هذه النظرية اللي طلعت، على فكرة ترى بيونسي يسموها كوين واحيانا ينادوها الكوين بي، فطبعا هذه نظرية وهذا الشيء ما تأكد ابدا على الموضوع. والمشكلة يا جماعة انه بيونسي ما تتكلم، ما ترد، سكوتها هو اللي يخلي الناس تطلع الكلام. طبعا يعني اذا هي سكتت طلعتوا كلام، واذا تكلمت طلعتوا كلام، ايش تبغون؟ بس في شيء يخص نظرية بيونسي وجون ريفر شوي غريب، وما أعرف إذا هو فعلاً يعني صدفة، بس أبو كده صدف صراحة. اليوم اللي توفت فيه جون ريفر كان يوم 4 سبتمبر 2014. 4 سبتمبر هذا كان يوم عيد ميلاد يانسي، يانسي ولدت 4 سبتمبر 1981 زي ما هي قالت. في اليوم ده بيونسي تمت 33 سنة. جون ريفر لما ماتت كان عمرها 81 سنة. اللي خلاني استغرب وانه ابو كده صدف، وطبعا من ضمن النظريات، بيونسي انا ولدت عام 1981، وقت موت جون ريفر كان عمرها 33. جون ريفر انا ولدت عام 1933، وقت ما ماتت كان عمرها 81. كيف يا اخي؟ اسمع ترى انا استمتع من اقرا النظريات، بس احيانا من جد ترى في اشياء كده اللي هي صدفه ولا صدفه مدبر لها. شوفوا بيونسي وجايزي بالعاده دائما في الصور يسووا علامه الديفل هورن، ويسووا علامه اللوميناري، ويسووا اشياء كثير، وطبعا هم مو الوحيدين ترى اللي يسووها، يعني كثير من المغنيين يسووها كثير. في واحده من الايفنتات انا ماني فاكره هو اي سنه، لما اعرف السنه حكتب لكم هي هنا، في ايفنت او في فعاليه اسمها سوبر بول هاف تايم. السوبر بول هذه يعني اللي فهمته انا ان هي بتكون في استاد رياضي، ويكون مغني واحد هو اللي كيف اقول لكم نجم الليله هذه كلها. المغني ده لازم يسوي يعني افضل ما عنده، لازم يخلي الليله هذه اللي ما تتنسي، يقدر يجيب معاه ضيوف من المغنيين زي ما هو يبغى. الوحيده اللي تابعت السوبر بول حقتها وهي كاتي بيري. اللي يشوف كاتي بيري ويشوف مادونا ويشوف بيونسي هيعرف ايش معنى السوبر بول، ايش معنى الليله هذه. السوبر بول حق بيونسي عمل ضجه كبيره، من بعدها كل النظريات اللي طلعت عن بيونسي الناس بدأت تصدقها 100%. أوكي هي حفلة مرة حماسية، مرة حماس، وتحس الواحد يصرخ فجأة ويرقص، بس تعرفوا في واحدة من اللقطات يا جماعة قعدت أعيدها 3-4 مرات أركز
فيها كده اللي في شيء غلط هنا صار. وألاقي بعدين في النظريات يقولوا إنه هذه أكتر لقطة فعلاً كانت غريبة، والمشكلة هي أثبتت إنه هذه اللقطة كان فيها شيء. دحين أفهمكم. طبعاً الناس انتقدت ملابسها إنها بالزيادة كانت غير عائلية يعني كحفلة. في ناس قالت إنه شكلها كان جداً عنيف، مو بيونسي اللي متعودين عليها. الناس قالوا البنت هنا تحسوها تلبس في شيء غلط صار فيها. تكلم تافه. في مقابلة البنت لحالها تكلمت بيونسي، طبعا غير ان هي سوت قدام الناس زي كده عادي، والناس معاها كمان الناس اللي حاضرين برضو مسويين كده معاها. تعرفوا اللي تحسوا السوبر بول حقها عبارة عن طقوس يعني. فجأة قالت لهم كلكم خلوا يدكم علي، ابا احس بالقوة. في اوكي مغنيين متخلفين يقولوا اشياء غريبة، بس هذه قالت اشياء المشكلة انها راكبة على النظريات اللي تطلع عنها اللي هي ما ترد عليها اصلا. شوفوا، قالت في احدى مقابلات بيونسي انه هي عندها شخصية تانية مسميتها ساشا فيريس او ساشا فيريس. ممكن يتفسر كلام بيونسي انه احيانا يكون في الواحد زي جانبين، جانب كده جريء وجانب مكسوف. بيونسي تقول انا لما اطلع مسرح اكون جدا مرعوبة وخايفة او متوترة، تشتغل الاغنية ما احس بنفسي ولا اتذكر ولا شيء من اللي صار. بعدين قالت لما اشوف الحفلات في التلفزيون بعدين او اعيدها تغرب انه انا سويت هذا كله. I think Sasha Fierce is a part of me. That's why the name of the album was I Am Sasha Fierce, because it's all the same. She lives within. اوكي، كلامها مره برضو عادي، لانه انا برضو من الناس اللي ممكن. اقرب مثال مثلا في القناه، بداياتي كنت زي كده، كنت مره متوتره، بعدين فجاه طالع في فيديو اقول امنا في كل الجراءة دي، فقول ده شيء عادي. بس بيونسي مو أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة دائما تقول أحيانا تكون ساشا اللي موجودة مو أنا. تعرفوا هنا تخليكم من جد تصدقوا موضوع إنه في أحد تاني. بيونسي تتكلم عن شخصية ساشا كأنه من جد في واحدة تانية موجودة اسمها ساشا مو هي. وإذا جيتوا تقارنوا بين الاثنين تقدروا تعرفوا إنه من جد هنا بيونسي اتحولت صارت ساشا، هنا بيونسي هي بيونسي. انا عارفه انتوا حتقولوا لا ما ايش الغباء اللي انت بتقوليه، وبتقول في السوبر بول تحديدا في ديك اللقطه اللي كل الناس شكت فيها، قالت فجاه رفعت يدي فوق حسيت شيء دخل فيا وقلت بس انا هنا حولع الليله هذه. وكلامها اللي قالته راكب تحت تماما مع الشيء اللي صار. I'm really kind of shy and not really shy but more reserved and nothing like Sasha. Right before I performed I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into me. Felt something else come into me. في طبعا نظريات بالنسبه للماسونيه تتكلم عن انه يعني بالعربي زي اللي يتحكموا فيه، انه ده مو هم زي ما يتحكموا في اغانيهم. فكلام بيونسي انا اخذته على انه زي وضع لما اكون في القناه اول مره وبتكلم وبعدين اقول واه انا طلع مني ده كله. بس هي حتى في المجلات بتقول مستحيل اسوي الاشياء اللي انتم بتشوفوها هذه في التلفزيون، بتقول اللبس الحركات الاشياء هذه كلها ما تطلع مني، انا مو كده. كذا مرة تقول أتلوت رجلها ومدري إيش صار لما خلصت من الحفلة في الوقت اللي كانت فيه هي بترقص وكده، بتقول ما حسيت بدا كله. في 2009 واحدة من الحفلات I think حقت الـ MTV أو في تعرفوا هذه الحفلات اللي الفنانين يجلسوا يتكرموا فيها، في داء الإيفنت صار موقف مرة محرج. في الموقف ده حنتكلم عن شخصين تانين غير بيونسي طلع عنهم برضو إشاعات وثيريز كتير. تايلور سويفت، حاعطيكم نبذة سريعة عن الأشياء اللي صارت مع تايلور. تايلور في ده اليوم اتكرمت بالجائزة. كانيي اللي هو زوج كيم كارداشيان اللي مال أمه داعي فجأة طلع في الستيج أخذ المايك قبل لا تتكلم تايلور، قبل لا تقول كلمتها أخذ المايك يقول لها تايلور أنت كويسة ومدري إيش، ولكن اللي المفروض تفوز مو أنت، بيونسي قدام الناس أحرجها. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
شاطح حق مشاكل معروف كده دائما يجيب العيد، فهذا كده خلوه على جنب. في حاجة في الماسونية، طبعا هذه الأشياء برضو مو من جيبي، هذه من ضمن الشروط والأشياء، إنه يختبروك كيف ممكن أنت تتحمل أي نوع من التنمر أو الفضيحة أو الإحراج اللي ممكن يصير فيك. تايلر ما سوت ولا شيء، ولا بكت ولا صرخت ولا علقت واحد تعليق. صارت أغاني وصار أشياء، بعدين طلعت بيونسي. بيونسي لما طلعت المسرح أخذت المايك وقالت أبغى تايلر تيجي تكمل الخطاب حقها، لازم أعطيها وقتها، يعني عشان كان جاب العيد وما خلاك تكمل كلامك عشان جاب سيرتي، فباك تطلعي تكمل كلامك. So I'd like for Taylor to come out and have her moment. مرة حلو، بس دقيقة، تايلر كانت لابسة فضي قبل، فجأة طلعت لابسة أحمر. وهنا تيجي النظرية الثانية من نظريات الماسونية. معروف الأحمر لون إغراء، تمام، بس في الماسونية كلون من ألوان ختم حقهم، إنه هذا كله كلام. بيونسي لابسة أحمر، تايلر كانت لابسة فضي. جاء اختبار لتايلر إنه كيف حتتحمل الشيء اللي حيصير فيها. أتحملته تايلر، رجعت لابسة أحمر. فهمتوا الناس كيف طلعت النظرية؟ إنه تم خلاص قبولها لهذه المرحلة. وأرجع وأقول لكم هذه نظريات هم طلعوها مو أنا. وبالحديث عن تايلر، فتعالوا ننتقل لتايلر ونقول كم نقطة من الأشياء الغريبة سوتها أو صارت مع تايلر سويفت. تايلر سويفت مهتمة في رقم 13 بطريقة مو طبيعية. الناس لاحظت إنه هي قبل ما كمان تطلع على المسرح أحياناً تحفر رقم 13 في يدها زي التاتو وتطلع. واحدة من الإيفنتات كان لازم إن هي توقف مع الفانز وتتصور معه، تصورت 13 صورة وقعدت 13 ساعة برا مع الفانز. لما بدأت التويتر حقها بدأت بتايلر سويفت 13، لما بتجلس في أي مكان في أي مسرح في أي حاجة تكون في الرقم 13. تايلر سويفت انولدت يوم 13 ديسمبر، واحدة من أغانيها تقريبا أخذت التوب نمبر 1 خلال 13 أسبوع. تايلر من النوع اللي كان تحب تلعب، يعني تمارس نوع من أنواع الرياضة، فكانت دائما تأخذ الرقم 13 في تيشيرتات حقتها. والرقم 13 فهو رقم لبعض المناطق في أمريكا يعتبر رقم منحوس، في أسانسيرات ما فيها رقم 13 أبدا ولا فيها رقم 3. رقم 13 بالنسبة للماسونية فهو أهم رقم، أو تقدروا تقولوا كمان رقم 3، أرقام الفرعية عموما. هرم الماسونية يتكون من 13 طبقة، ولما تيجوا تحاصوا الطبقات هذه في مجموعات فحتلاقوها 3 مجموعات. فهذه واحدة من النظريات اللي طلعت عن تايلر وعلاقتها بالرقم 13. ترى هي ممكن تكون تختار رقم 13 لأنه يوم ميلادها، يعني شوفوا أنا بحاول إنه أنا إيش، إنه من جد أفكر بعقلانية أكثر. بس لما ترجع لموضوع الماسونية، طب ما هي مرة راكبة النظرية، مرة راكبة. آخر شيء الحين بتكلم عنه وهو ما يخص أبدا النظريات، ولكن تحديد في قضيتين تكلمت عنهم في قناتي، وأشهر قضيتين أصلا بدون ما نتكلم عنهم، اللي هما ألي سلام وكنيكا جينكينز. جينكينز هذه لحالها يا جماعة تقطع لي قلبي. طبعا اللي مو فاكر كنيكا جينكينز وألي سلام حيشوف المقطعين تحت في الديسكريبشن، تكلمت عنهم أوريدي. بالنسبة لكنيكا، الأغلبية أنا شايفة لين دحين بيكتب إنه هذا حادثة، ما في شيء، ما في مدري إيه. في أدلة طلعت جديدة، أو هي من أول بس دحين اللي ركزوا فيها. كنيكا يا جماعة كانت لابسة جاكيت جينز وورا في زي نوع من الرسمات المخيطة تحت الجاكيت هذا، يعني كانت لابسة القطعة العلوية فقط من الملابس الداخلية حقتها. البنت لما انشافت في الفريزر الجاكيت حقها كان مقطع، والرسمة اللي ورا كانت مقطعة، والشيء اللي كانت لابسته تحت الجاكيت كان مشيول. البنطلون حقها كان زي اللي ما يعني ما انشال كله كامل، بس زي اللي نزل شوية بعدين رجع لبس تاني. قالوا أول إنه ما عندها أي علامات إنه صار فيها تحرش، ولكن اكتشفوا إنه لا، كان فيها تحرش. هذا كله ليش ما طلع في البداية؟ ليس كتين. واحدة من كاميرات المراقبة قبل اللي اكتشفوا كنيكا صورت واحد من الستاف
ماشي وماسك عربيه وقاعد يجرها. العربيه قدام فيها زي كيس كبير اسود حق الزباله الله يكرمكم، فيها شيء ترى ممكن يكون اي شيء، هذا فندق يعني ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون قطعه عفش، ممكن يكون اي شيء. بس اذا تخيلتوا انه هذه كنيك اللي جوه بالمنظر ده بالكبر والحجم الكبير ده، مو ممكن يكون صح؟ في ناس ما هي مصدقه هذا الكلام، لكن لو رحتوا لمسرح الجريمه ايش حتلاقوا في اظافير كنيكا؟ ايوه، وايش في جنب رجل كنيكا بالضبط؟ ليش اثار كيس الزباله الاسود هذه موجوده في اظافيرها لاصقه وموجوده في الارض؟ ليه؟ ايش اللي صار قبل لا تتجمد؟ البنت ما دخلت الفريزر صدفة، البنت انحطت هناك، البنت بكلتها والروش حقها وأشياءها كلها طالعة برا، إيش اللي حيطلعها برا؟ إلا إذا انشال البنطلون طاحت الأشياء منه. وفي كمان تسجيل كاميرا تاني بس ماني عارفة ألقطه. يقال والمشكلة إني شفت بعيني إن هي لما راحت في أحد الممرات وهي دايخة، بعدين ورا كان في واحد من أصحابها زي ما يقولوا كان ماشي في نفس الممر، هل هو شافها؟ ولا هذا بعد ما لفت احدى اللفات هو كان بدور عليها وما لقاها؟ في حكايه الي سلام شافوا في التمبلر حقها، التمبلر ده شيء عامل زي الفيسبوك زي الاشياء زي كده، شافوا اليسا قبل ما تموت بيوم حاطه كم بوست غريب وبتقول انه في شخص غريب قاعد يلحقها في الفندق وانها مره خايفه منه. هذا شيء جديد، كيد شخص من الستاف حق الفندق، لانه الباب داكا مستحيل ينفتح الا لازم يدق جرس الانذار او انه اصحاب الفندق هم اللي يفتحوه. قضيتين، بنتين، فندق، موتة مجهولة، سبحان الله فجأة. السؤال ايش تاريخ كل فندق من الفندقين دولة؟ الفندق اللي كانت فيه الي سلام اللي هو سيسل، معروف عن فندق سيسل فندق شؤم، كل السفاحين وجرائم قتل ومدري كلها صارت فيه. بس الفندق اللي كانت فيه كنيكا يعتبر فندق فخم، داك بالذات اللي هي كانت فيه كان معروف عنه انه في احيانا تصير فيه اشياء او غير قانونية، انه تصير فيه عملية زي حقت اللي هي ياخذوا اعضاء ويبيعوها في السوق السوداء. يمكن داك المطبخ كان معمول عشان كده، في ناس قالوا ممكن تكون نوع من الطوائف او واحد من اصحابها كان في احد الطوائف وبيحاول انه هو يسوي شيء. هذا شيء مو مستبعد وانا ما بدخله في كل شيء، وهذا اللي انقال وانكتب. فكل السيناريوهات تقدر تركب على موضوع كنيكا، بس موضوع ليسا فانا اشك انه هو يعني واضح انه بفعل فاعل. بالنسبه لجيش ستارك فانا من جد ماني عارفه اشكركم وماني عارفه ارد على شخص فيكم. انا معروف عني ان انا دائما ارد على الناس، دائما احط لايكات، دائما احط قلوب، بالذات لما يدوني رايهم في موضوع الشيء اللي انا تكلمت عنه، فدائما احط قلوب. اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله، وصلت توتال مشاهدات القناه لواحد مليون مشاهده، ومدري دحين كم وصلنا. يعني انا قبل ما انزل هذا الفيديو مدري كم حوصل. يا جماعه انا مو عارفه من جد اشكر مروان كيف، يعني انا رحت شكرته بنفسي، بس احس هذه مو كفايه. نادرا ما تلاقوا يوتيوبر ما شاء الله بحجم قناه مروان انه يسوي شيء وبدون مقابل وكده، يعني حتى احيانا تستغربوا انه كيف ما قد عمرنا شفنا صراحه يوتيوبر بالمنظر ده. ما قد شفت انا في حياتي شخصيا كلامه، ما قد شفت يوتيوبر انا ابا اساعد القنوات هذه. من جد حابه مره اشكر مروان واشكر جيشه القوي الفظيع، وطبعا ما حنسى جيشي انا كمان، جيشي يعني لولا الله ثم هم ما كان حمسوني. ترى انا انسانه فاتحه قناتي احب اشارك فيها الاشياء اللي تعجبني اللي تجذبني اللي قريتها وعجبتني، هوايات احب اشاركها، يعني كده قناه انا فتحها عشان مودي، عرفتوا كيف؟ شيء عجبني وحبيت ان انا اشاركه معاكم. فنادرا ما طالع في العدد والله، ولما شفت العدد ما شاء الله كتير ترى حسيت بمسؤولية أكتر، حسيت اللي خايفة إنه أنا ما أقدر أرد على الكل ولا ما أقدر أدي كل حقه. فاللي يا جماعة حتلاقوا قناة مروان تحت اللي هو ستارك، ترى هو كمان يقول قصص زيي، عنده قناتين هحط الاثنين تحت. كمان في شخص تاني أنا حابة إن أنا أشكره وهو سلطان، سلطان برضو يقول قصص، وسلطان من الناس اللي يقول قصص حق سفاحين أكتر شيء اللي أنا أصلا ما تجذبني. فأنا دائما أقول للناس روحوا عن سلطان لو تبوا أشياء السفاحين وقتل المتسلسلين. سلطان سوالي إعلان 3 مرات وأنا مرة حابة أن أنا أشكره، وبرضو ترى بدون مقابل. حتلاقوا قناة سلطان كمان تحت. والشيء الثالث والأخير، في أشخاص رسموني الله يسعدهم ومرة حابة أن أنا أدعمهم، أنا مرة أحب الرسم وقد شفتوا الفيديو اللي سويته أول.
أما متابعين ستاريك فأنتوا أول مرة تتابعوني، يا ليت تطالعوا تحت في الديسكريبشن في كل فيديو لأني أحط دائما أشياء فيه، ولكن في فيديو هذا هحط لكم تعريف كده بسيط مختصر عني، مين أنا وإيش أسوي في قناتي وإيش أحب في قناتي. لا تنسوا الناس اللي تحب ببجي تقدروا تشوفوا قناة أحمد النمر كل يوم الساعة 6 بتوقيت السعودية المغرب، يسوي في قناته بث لببجي يلعب مع الناس اللي عنده في البث. وطبعا أحمد كمان عنده في قناته يسوي زي فلوغات وهو عايش في بريطانيا. أنا إنسانة مرة أعز أحمد كأخوي الكبير، وما كنت أحب الفلوغات بس فلوغاته هو أحبها. أصلا أغلبها كون أنا في خلف الكواليس، صدعت صراحة من كتر الكلام. يعطيكم ألف عافية حبايب قلبي، see you later, bye bye.